في هذا اليوم المؤتمر 16 لمبادرة الأديان المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه المملكة المغربية. احنا سعيدين بوجودنا في مدينة الدخلة. طبعا وجودنا في المغرب ومدينة الدخلة بالتحديد كان لعدة اعتبارات، أهمها أنه المملكة المغربية الشقيقة هي مكان كنموذج يحتذى به لموضوع مؤتمرنا في موضوع التعايش بين الأديان ودور هذه الأديان في نبذ العنف وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين كل الناس الموجودين في المجتمع الواحد أو المجتمعات الأخرى، وهذا يعني كان أحد العوامل المهمة أنه المملكة المغربية نظمت ورحبت ودعمت هذا المشروع الكبير، واللي بتوقع أنه راح يكون له صدى على المستوى الدولي من خلال نشر كل ما يتعلق بالجلسات اللي راح يناقشها هذا المؤتمر على مدار 3 أيام. أنا مبسوط اللي جاءت ناس متنوعين لابسين لباس تقليدي ولباس متنوع بكافة الأطياف من كافة البلدان. احنا سعداء جدا في استضافة مدينة الدخلة لمؤتمر لوراي 17 اللي هو الثيم تبعه الوقاية من التطرف العنيف، الموضوع اللي بهم كل العالم وخاصة مناطقنا العربية. التظاهرة هاي الهدف منها انه نوعي الناس في أهمية الوقاية وعدم الانتظار لمعالجة المشاكل والعنف الذي يحدث. في البداية لازم احنا نوعي الشباب، نوعي الأسر، نوعي على مستوى طلاب المدارس، نوعيهم بأهمية العيش المشترك، التقبل الآخر، احترام الآخر، احترام الاختلاف اللي هو إشي أساسي. أساسا ربنا خلقنا مختلفين، لو ربنا بدنا يخلقنا على نفس الشاكلة بنفس العقلية تخيل كيف راح تصير الحياة مملة. فالاختلاف هو نعمة من ربنا ولازم انه احنا نستفيد منه بدل ما نعتبره خلينا نحكي محرك من محركات الكراهية والعنف واي اشي سلبي. بخير.